إلى صحيفة العرب الجديد، حيث قالت إن الطقس الحار يفاقم أزمة المياه في اليمن، ما يزيد أعباء السكان الذين يعاني معظمهم من الفقر تزامنا مع الغلاء بفعل الانهيار الاقتصادي المستمر منذ سنوات. وأضافت الصحيفة أن بائعي المياه في اليمن لا يستطيعون التزود بكميات المياه التي كانوا يحصلون عليها سابقا من الآبار الموجودة في العاصمة صنعاء، حيث تشح الموارد بينما يشهد الطلب ارتفاعا متزايدا وسط ارتفاع درجات الحرارة، ما يدفع موزعي المياه إلى رفع الأسعار، مما يفاقم أعباء المستهلكين في البلد الذي يعاني معظم سكانه من انهيار معيشي. وفي تصريحاتهم للعرب الجديد يقول مواطنون إن مشكلة أزمة المياه لا تقتصر على ارتفاع أسعارها، بل تشمل أيضا تقلص التزويد وسط زيادة الاستهلاك اليومي، لافتين إلى أن الأسعار تتفاوت من منطقة إلى أخرى، إذ تصل تكلفة الصهريج في بعض المدن إلى أكثر من 30,000 ريال يمني.